ملعوب وقادو صفار كاع ديال الماء. انت فين هاد كاس ضعيف انت؟ الرحمن الرحيم. تعازينا الحارة العائلة ديال المرحومة ختنا وحدة من الشعب المغربي. إنا لله وإنا راجعون. الله يعطي الوالدة الصبر والسلوان والله يجعلها هي من أهل الجنة. وتعازينا الحارة لجماهير الرجاء داخل الوطن أو خارج الوطن، كاع حنا رجاويين، كاع كنحبوا هذا الفريق وحبيناه من كانوا فيه الرجاء. الرجاء يا الرجاء، من كان مستودع لاعب بالدم ديالو، ماشي بحال هاد اللعابة عار وحشومة. هاد الجمهور هذا يشجع هاد الكرارس اللي جابوا من الكروسة الكبير هو البدراوي. أنا كنقولها إن الهدراوي ماشي البدراوي، هذاك الهدراوي إن كيقول لنا نحيد الكرارس، راه هو كروسة واش خلى لنا الكرارس. عيب وحشومة هاد الجمهور الكبير العريض العالمي كيشجع في واحد اللعابة بدون مستوى، بدون مستوى. كنقولها وأنا دمي سخون على الفريق هذا، حتى الفريق كنحبو. وقسموا بالله والغريب في الامر، انا ولدي سقني باش مشيت تفرج في هذا الماتش. قال وليدي انا لا ديت كنشري لك كفن. انا دوزت الراجا ودوزنا التيران من كان الرجاوي كيريح دا ودادي. كنا والله العلي العظيم في 99 حتى 2000 ولتحت رجاوي مريح مع ودادي ومعانقين وضاحكين وخارج الماتش بالضحك واللعب. من دابا ولينا كنشوفوا جناوه كيدخلوا التيران، راه ما بقاش هذا تيران، راه ما بقاش تيران، ولات الموت. هذه الموت داخله برجليك. واش الجناوي يدخلوا التيران واللي داير عكاز فيه سيف ولا فيه جنويه وداخل به التيران؟ هذا راه ماشي رجاوي، وحاشا واش يكون ودادي. هذا داخل باش يشفر، باش يخلق البلباله، ما باش نردوا حنا، باش نكون ما نكونش ملاق، ما نكونش انا حق ملاق المخزن او كنخافوا. كنخافوا من الله اول حاجه والوالدين ديالنا. حنا علمونا الله الوطن الملك، غنموتوا عليها وغنبقاو نموتوا عليها ما حدنا حنا في الحياه. انا ما كان المسؤوليه للمخزن، راه كل شيء يقولك المسؤوليه كازا ايفنت. كازا ايفنت الغرض ديالها باش يجمع الفلوس. واش عارفه التيران فيه زونسيس ما خداماش؟ والغريب في الامر ديروا زونسيس مسدوده وديروا باب صغير، واش كتدخل منه الحواله؟ راه بنادم هذاك، راه بشار، هذاك راه بشار، راه العقليه اللي خاصها تبدل، العقليه اللي خاصها تبدل. كازا ايفنت هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال هادشي. واش بنادم عنده الخيرات ديال العام ابولمو، واحد عنده البيي شرا مارشينوار مارشينوار، وواحد جا من اسبانيا هو ولده. دخلوا رجعوا اللايف وتشوفوهم، جا من اسبانيا هو ولده وما دخلش بالبيي، ماشي حشومه. واش هذا باقي يدخل يتفرج؟ ولا الرجاء ولا المغرب ما غيدخلش يتفرج. هذا انه داخل يسحب باك صاحبي من طرف كروسه، من طرف هذا، من طرف هذا، ودخلوا الناس المقطعه ولا عدا ابو المبقه في الزنقه. شنو الحل بالنسبه لهذه الشركه؟ الحل اخويا التعاود النظر في هذه الشركه. واش نقول لك الحل بعد واحد الحاجه؟ راه حنا عندنا غيره على بلادنا ومالكنا، راه ما يحيدهاش لنا شي واحد. هذه راه في الدم كتسري، هذه راه كتسري لنا في الدم. راه عندنا غيره على بلادنا ومالكنا، راه اللي خاص الحل هو كازا ايفنت تحيد وتجي شركه اخرى من برا. كاع اللي ما كانش شركه هنا، المهم كنت كاينين شركات. جيبوا لنا شركه من برا غتصاوب لك التيران. هذاك دولور اللي تخسرت عليه ملايير ديال الفلوس، غنجيبوا شركه اوروبيه غدير مع كونترا وغتردوا لك. راه بيتيس جاوا من ورانا عاودوا التيران بقل بالفلوس اللي تخسرت على ستاد دونور. راه فلوس تخسرت على ستاد دونور كتصاوب تيران اخويا. راه ديك النهار الماتش ملعوب وقادوا صفار كاع ديال الماء. تا فين هاد كازا ايفنت؟ ترى كازا يجمع، هادي يجمع اللعاقه. راه كيبقى فينا الضحيه. اشكون هو الضحيه من هادشي؟ كازا الضحيه من هادشي راه هو الجمهور والبوليس، حيت كيبقى البوليس مع الجمهور. راه انا نهار الجمهور خرج كيضرب في البوليس، راك ضد، انا ضد هذاك الجمهور، واخا انا راه بواحد من الجمهور، راني ضد هذاك الشيء اللي داروا للبوليس. علاش؟ ان هذاك البوليس كيسير لك الطريق ديالك وكيصوب لك الطريق ديالك باش يدخلك التيران وتنوض في الاخر تضربو. لا راه ما نضربوش المخزن، راه نحترموه. رسالتك اخيرا للشباب اليوم خويا، مقارنه للشباب ديال هذا الوقت. رسالتك اليوم، راه الرساله ديالي انايا راه هي من نهار مشيت للتيران، راه قالها على عاب رجاوي سابق في الرجاء ارمومن. كنشكرو من هذا المنبر، انا تفرجت تخزنت على ولدي ومشيت ودخلني صديق ديالي ودخلنا للتيران. والله الرجاء واسفي نهار جوج جوج، انا حطيت الفرقه في بلاصتها، عارف الرجاء ما دايره والو، حطيتها رسالتي للجمهور. وهو بنادم يمشي للتيران بدون شغب بدون عقليه يشعلوا فينا العافيه، راه ود بوفري كيضرب ود بوفري. باش نقول لكم الصراحه،
راه لعبه جلده منفوخه بالبرد، راه ود بوفري كيضرب ود بوفري، وكتخرج امو تسعف في الشارع ولا ما فحاليش، باه ما عندوش، عاونونا. شكون اللي ضاربو؟ ضاربو ود فقير مقطع له العصب ديال يدو ولا قتلو. هادشي راه خصو تعاود فيه النظار. هادشي راه كاع مغاربه كاع كنحبو بلادنا، راه كنموتو على الراجل. شي حاجه سميتها الراجل راه كتجري لنا في الدم. ولكن باش نزعم مازال نمشي للتيران، راه ما نتفرجش في التيران. لا التيران ولات كنخاف على راسي، راه انا ولادي، انا ولدي ماش نعلمو التيران. ولدي كنقول له ولدي ايفيتي التيران، نسى شي حاجه سميتها التيران، دي التيران خصها يشري كفن. وهذه رساله للجمهور الرجاء والشعب كله باللي مشيو التيران، احترموا وندخلوا نتفرجوا. والله يرحم اختي نورا، والله يعطيكم الصبر للوالدين ديالها والعائله من الصغيره الكبيره، وديما ديما رجاء.